عنده في الدار، راجلي بيت حدايا، هو بيت هنا الدريه في الدار، وكيقول لي اخو، كيقول لي بانه في الليل كنسمع ماشي ثلاثه مدخله للطواليط حاشاك وكتغوت. الصباح فاقت، ملي فاقت في الصباح الدريه حيدت حويجها، صبنتهم ولبست حوايج ديال اللي كانت معاه، تريكو ديالو اللي راك حرشتو، والجاكيطه ديالو عطاها ليها، داير ليها فيه حبه وطريفه ديال الحشيش والساروت ديال الدار ديالو، ومشاو ضلوا في البحر يا وياه الموطور، واحد يعني ديال الدري واحد اخر على البحر، سلام البحر جابه هنا كيدور بها هنايا، الناس نيت شافوا معاه هنا كيدوروا هنا في الطريق بالموطور، بقى غادي كيدور بها. في الليل امها جات هنا كتقلب، جات حدا دارهم، داز من عندي تلاقات مع واحد السيد هنا وجيراننا، سولاتو قال لها بنتك راه مع فلان، هي دوات معايا، قالت لي انا مديت التقليد ديال شي واحد، بنت لقيتها ديك الساعه الجندار ما كايناش، قالت لي مديت التقليد ديال شي واحد، انا ما قلت لها حتى كلمه ديال العيب، قلت لها شوفي الراجل اللي داير هذا الشيء راه ما غنجيش عندك انا، وما تسمحيش في حق بنتك، ولا كان راجلي مظلوم راه ما غنسمحش في حق راجلي. صافي جيت في حالي، عطاتني نمرتها كندوي معاها، الغد اللي كانت في السبيطار معايا عادي، قالت لي صيفط لي الفوكالات التسجيلات، صيفطتهم لها ويتبلوكيني، مشات عند رجال الدرك الملكي ويتبلوكيني. جات مع رجال الدرك الملكي هنايا وبنتها، سولونا ما دخلوا ما والو، قلت لهم دخلوا ما دخلوش، مشاو نيت الباب ديال ما حل عليهم حتى شي واحد، مشاو بحالهم. قال لي قولي زوجي يجي، ما حدو باقي ما كاين حتى شي حاجه، وهادي يجي يبين البراءه ديالو ولا ما كندير والو. قلت لي صافي، ملي مشاو بحالهم السيده في الليل وهي ترجع ليا حيدت ليا، ملي قالوا لك رجال الدرك الملكي يقول ليه يجي يبين البراءه ديالو راه ما كاين والو، علاش خاف؟ كيقول لك انا عندي واحد مونتي في الاول وهذيك ومشيت عليه، خاف يولي غادي هو بهذا ما داير بيدي لا برجلي. الاول راه كان داير، اما هذا راه ما دايرش، يعني ماكد من نفسه راه ما داير والو. قال لي يكونوا زعما فهمتي هادشي ديال الصوابق ديال، قال اما هو راه ما عنده حتى شي حاجه، راه دابا حاليا يمشي عندهم، باش حيت الناس كيبقاو يقولوا راه عنده هادي، عنده بلانات، عنده هو ما عنده والو. هو جا كيكون برا كيشوف مال الوقت كيبقى واقف عادي، شحال مره كيدوزو كيدويو معاه، تطرى هاد البلان هذا. قالوا حكا راه كاين وكاين، هو راه ما داير لا بيديه لا برجليه، السبت والحد راجلي راه كان معايا في الدار وناعس، والصباح فاق وطيبنا الفطور وثاني والغدا تغدى معايا وكيضل هنا ناعس. هاد الوقيته كتعاودي انت، هي ديك الساعه راه كانت ما كايناش في دارهم، ما كايناش في دارهم، هي راجلك معاك معايا في الدار، راجلي ما اخرين. دابا حيت انا حسب ما شفنا حنا، وسمحي لي شفنا على ان هاد السكنه هادي معاكم جيران اخرين هنايا في الدار عندنا الفوق، كاين غير خالو وشافوكم جيران هنا كيشوفوه مثلا، شافوه راه حيت ملي جاو رجال الملك كيسولوا مرت خالو مرت سولوها، قالت لهم كان في الدار معايا انا، قالت لي كنشوفو داخل وخارج. لا ما غير ذوي الاصول، الجيران الجيران كاينين، الجيران هنايا كاينين، كلشي عين سكينه غدو راه غايقول لك السيد شافوه هو هنا، شافوه هو هنا في الدار وشافوه، كلشي كيقول لك شناها معاه، وراجلي ما غاديش هذيك الدريه، راجلي انا راجلي اش كيسوى راجلي. هي في القصه اللي عاودت لينا البنت على ان كان جايب حبه في جيبو طريفه ديال الحشيش، يعني الحويجات اللي لقاو عند البنت دابا في الجاكيت، عطاها الجاكيت بدلت هنا، حيدت حويجه حاشاك ودوشات وبدلت هنا، وعطاها السروال ديال السيرفيت، وعطاها التريكو ديالو هذاك الكحل اللي كان في الفيديو هنا في الدار، اللي غدا معاه جايه يوعى الموتور، قالت لي جاني البرد، وعطاها الجاكيطه ديالو هذيك اللي في الفيديو وفيها حبه تيكليس لتحت عند الدري صايبو وركب عليه وداه بقى عنده. وفي الليل، في الليل ملي جا ديك الساعه ملي جا، جاب الدري دخل جاب لي الموطور، كانوا نيت الناس هنا واقفين برا، جاب لي الموطور عطاه لي في الباب ومشى في حاله. صحيح خاسر؟ لا خاسر الموطور، خاسر حسب ما قالت لنا البنت لحد الان باقي خاسر، خاسر وجاو على رجليهم السبيت. لا جاو في تريبورتور، جابوا الموطور في تريبورتور، جاو راكبين في تريبورتور، قالت لي جاني البرد وعطاها الجاكيطه وفيها حبه وفيها طريفه ديال الحشيش مقدر ديالو ديال دارهم. واخا شنو المصلحه، شنو المصلحه عند البنت صغيره في عمرها 15 عام، بنت البنت هاد البنت مكريه على راجلي. كيفاش حالك؟ محرضين على راجلي حالش. من الاخر راجلي عنده اعداء هنا، عنده اعداء، هادشي كنقولو انا ومتاكده منه 100%، الدريه مكريه على راجلي، حيت الطريقه اللي دوات معايا امها فاش مشيت عندها ماشي هي الطريقه اللي دواش معايا البارح ولا البارح، الدريه مكريه على راجلي. يعني كاين شي حد اللي كيحرضها كيقول لها الدريه كانت قايله هضره اخرى، الدريه محرشين على راجلي. شوف انا ماشي دريه صغيره كرضع صبعي، مشى عندها سلت تما ودوا معاها وادي، وقالت لي انفاري وبلاتي نيا بيناتنا، ولات باغا تشد الرشوه ما قالت لي انفاري وبفلوس، واش لقيتي انفاري وبفلوس؟ وقال لي راجلي جوج كلمات، قال لي انا ما داير لي بيدي برجليا ونعطي الفلوس، انا قال لي باغي نتبرأتي، قال لي ما نعطيش الفلوس انا لشي حد وانا ما دايرش،
قال لي ما داير لا بيدي لا برجلي، باغي نتبع راسي انا. قال لي خويا الا كنتي تدير وباغي تفاري الفلوس سير باغي تفاري الفلوس. انا شرف بنتي بالفلوس، انا ناخذ حق بنتي. شوف بزاف اخويا راجلي مكريه، هادشي الدريه مكريه على راجلي. ملي كتقولي لنا مكريه اولا لم كارين هادشي كان على راجلي، ولكن هاد الطرف اللي كاريهم شنو المصلحه اللي عنده؟ شوف كارينهم على راجلي حيت راجلي ما دايرش هادشي، والناس كيما كلشي كيجي كيقول قولي سمعوا الدريه مكريه لك كلشي كيقول. دابا كتقام مجرد استيماسيون يعني تخمينات الشيء اللي واقع للدريه كدات اه. لا شوف دابا حنا غنسولوا سؤال اخر بصيغه اخرى، التنوير ديال الراي العام وباش الناس كاع كلها تفهم، لان كاين اللي كيفاش القضيه هذه وعلاش غادي نربطوا الامور بيناتهم. واش الزوج ديالك عنده علاقه بالمخدرات وما الى غير ذلك؟ بكل صراحه بكل حاليا لا. قديم ولا حاليا؟ واش كانت عنده قديم فيت مشدود على التجاره، حاليا لا. يعني ممكن يكون شي عداوه بينه وبين راجلي؟ عنده عداوه هنايا في عين سكين وعنده عداوه في المشروع راجلي ولوسي ولوسي الصغير بثلاثه عنده عداوات. مونتيف اللي مشاو فيه بثلاثه مشاو تم صيفطوا داروا ليهم وسميتو في الاخر زوج انا خمس سنين وانا معايا وبنت الحق بنت بان راجلي ولوسي ولوسي الاخر مشاو ضحيه ضحيه هو اللي صدرهم واللي دار لهم واللي دار لهم. وهذا المشكل ثاني اللي طايح فيه راجلي عليه مكريين عليه، راجلي مكريين عليه حيت راجلي. شوف انا راجل طبيعي ما شفت شي حاجه ولا تليفون صونات لي شي وحده فيه تليفون كيبقى عندي ما فيهش شي دريه ولا شي حاجه نهائيا. هذا الهاتف ديالي وتليفونه هو ما فيهش شي دليل على شي وحده ولا شي تصويره ولا شي حاجه نهائيا، ولا داوي مع شي واحد عليه ولا. حنا ملي كنسمعوا هاد القضيه ديال العداوه ودير كيكري عليك وكذا كتكون مسائل سياسيه انتخابات كذا كتكون حشيش. لا هنايا هادشي ديال رسالتي الاخيره اللي غنقول لهم الله ياخذ الحق في الظالم. انا حق هذيك الدريه ماشي انا ديك الدريه قلت لها حق راه ما فيها والو ولا شي حاجه ولا حاسه بديك الام. انا راه حاسه بها، انا راه ما عندي بنتي ما نبغيش لي تكرفس لي على بنتي، ولكن انت مرات تكرفسوا لي على